فهي هي تعبر عن يعني موقف جزء كبير من المعارضة، وهي حاملة المعارضة التونسية. الحقيقة مش الموقف هذا، ما كانش هذا موقف تاع الجبهة، فهمتني؟ اللي على كل حال لأسابيع أو بضعة أشهر الناس كانت رغم الانقلاب ورغم كذا ورغم كذا، كانت نفوسها وكانت معناها عقولها مستعدة لمعناها خوض هذا الغمار، رغم تحفظات كثيرة من مكونات أو من بعض الشخصيات في الجبهة، لكن الناس كانت ماذا بها تفتح صفحة جديدة، وماذا بها البلاد ينقص التوتر، وماذا بها معناها يقع انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وديمقراطية. معناها الناس ما كانش طالبة القمر، ما كانش طالبة السماء، مطالب بسيطة، مطالب بسيطة. وكان قيس سعيد بجر قلم يعملها، معناها فهمتني ولا لا؟ احنا عندنا 50 واحد في المعتقل، يخرجهم، مش طالبين حاجة اللي هي ما تصير، يخرجهم. ما قالوش راهو غلق الملفات وما ثماش محاكمات وعفو تشريع عام، قالوا خرج الناس من المعتقلات، خرجهم من المعتقلات، خلي الناس الموجودين برا بدون أي داعي يرجعوا لبلادهم ويخرجوا وقت ما يحبوا. ثماش حاجة، فهمتني؟ هذه 54 يا خويا، قول جمد، أنت مختص في التجميد، تجميد مرسوم 54، فهمتني؟ وخلي حكومة تخدم، حكومة حقيقية تخدم، لها بالاقتصاد، ما تلاش بالسياسة. السياسة عندك 3 4 حاجات بسيطة، معنا ما طلبوش حاجة كبيرة. وناس عقلاء، معارضة عاقلة، معارضة وطنية، ما عنديش علاقة، فهمتني؟ بالعكس، الراجل معناها فهمتني، ولا يدخل في الناس في الحبوسات ولا قضايا، ولا يلحق في الناس كل، ولحق المترشحين المحتملين، ولحق عائلاتهم، ولحق على كل شيء. وعلاش هذا الشبه؟ يعني حتى حد ما يحب ياخذ بلاصه قيس سعيد. اقول لك حتى بالحساب السياسي، حتى حد ما يحب يكون مكان قيس سعيد، لسبب بسيط، لانه هو خربه. نجي انا نقعد على البلاصه الخربه، خرب البلاد، دمرها، ما خليش مؤسسات. 65 سنة من الجمهورية مشيت، فهمتني؟ وعلى المستوى الاقتصادي زاد دقدقها، على المستوى السلم الأهلي والأفارقة كيف كيف. أهم معناها المعارضة دي قيس سعيد ما يحلمش بها حتى في الجنة، لأنه جاء ما هو مش طالب، ما شكوش في شرعيته، قالوا راهو رئيس منتخب لكم انقلب. هذا وقع، هو انقلب على الدستور الذي أقسم عليه، وقالوا ماذا بينا، مش ماذا بينا معناه. أول خطوة معناه يا أخويا باش نجموا مثلا نمشوا انتخابات مرتاحين، أنه هو نسمى نفس الحظوظ اللي في الحبس خرجوا. وعلاش دخلهم هو الحبس؟ أخاته مؤامرة، شنين مؤامرة؟ باش نحولوا في كل بلاصتو. هو قال سي بون، معناها مادام هما تأمروا تو هما خليهم يترشحوا، خرج من الحبس خليه يترشح، ولا انت خايف؟ معناها انا نشوف ان معناها المعارضه التونسيه معارضه بناءه، معارضه وطنيه، ما عنديش حاجه كبيره، ما عنديش، ما ثماش ومعناها تجمعات بالملايين، وما ثماش معناها فلوس، وما ثماش قوه، وما ثماش عنف. شنو يحب معناها؟ حاجه اللي دي سهله معناها. هو زاد عوض معناها يلتقط الرسالة، زاد كل واحد تعب، كل يحب يترشح يدخل الحبس كذا، هما سيبون الجمل بما حمل. يا أخوي تصرف، مبروك عليك، ومش تترشح وتجيب 80%، صح أخوي؟ حل المشاكل متاع البلاد، وحل المشاكل الاقتصادية. صحيح تو مش عطوك فلوس منا ومش عملوا كذا، لكن الإنسان سي محمد علي ديما ماذا بيه يحط حاجة في مخه، إن القوة لله جميعا. راهو الإنسان ما يختارش في نفسه، في عائلته، في المجتمع متاعه، في المجتمع السياسي، ما يختارش. ما يقولش أنا سيد سأحكم مدى الحياة، حزب دستوري قال هكاك، واللي بعده قال هكاك، بعد قال روحه ما عطوش.
وقيس سعيد سيجد نفسه عطوش. مشكلة قيس سعيد وهذه ماذا بيه يفهمها أن هذا الشيء روحه عطوش مش يقع حتى حد معه. لو مثلا هذا خرج عطوش الناس موجودين ديما آلاف مئات الآلاف. الحزب الدستوري عملوا كذا طلعت عبير موسي أشهر مشهور ديما موجود لأن فكرة. قيس سعيد شخص احنا كنا ماشيين ما احناش باقيين. يعني يا اخي اموا حط ارز لعائلتك لزوجتك لابنائك. انا اتذكر معناها يعني مرة وقت بعد الخروج من المعتقل وكذا في التسعينات وكذا فهمتني. فقلت خالي ولا نحكي له وكذا قلت له انا بالنسبة لبن علي هو فكر في كل شيء لكن ما فكرش في اكثر واحد يحبه. بن علي يعني الدنيا بيحها من أجل ولده محمد عزيز ولا عزيز وشكو. في الأخر شنو عمله؟ شنو المستقبل اللي عمله له؟ خليه يعيش في بلاد الناس. خليه يعيش في بلاد الناس. ما نجمش يعيش بين توانسة بصفة طبيعية. أنا عندي كلمة. بذكرتني في حاجة زين. أنا عندي كلمة نقولها في وسط العائلة وحتى في الأصحاب وغيره. نقول اللي يحرم ربي من نسمة تونس من نسمة تونس اللي يحرم ربي من نسمة تونس فقد حرم الشيء الكثير. لا 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 شك في ذلك. أنا قلت لك أنا قلت لك الرجل هو أزيد حاجة يحبها في الدنيا وجاته على كبر. وهو معناها في باله لم في الفلوس حضر له كذا وعمل له وعمل له وعمل بعدك ربك سبحانه وتعالى زعزع يؤتي الملك من يشاء يؤتي الملك من يشاء. انت اموا حط لولدك ما نقولوش زوجتك ما نقولوش خوت اختها ما نقولوش حتى حد كلموش عنا في النساء ولا في الاعراب ولدك حطوا باش يعيش بين توانسه حطوا باش يعيشوا متوانسة. لكن انت كي تشرد اولاد الغنوشي وتعذب اولاد الشواشي وتعذب اولاد فلان وتعذب معنا ولد عز الدين الحزقي صعيب ولدك بعد نجي يعيش بين توانسة صعيب. حتى لو كان هما ما مسوهش مش ينظروا له بنظرة فهمت انت ولد فلان هذا كان نجم يعيش على خاطر توا مش قالوا فلسطين ماتت مش قالوا القضية الفلسطينية انتهت مش قالوا كذا ويا التطبيع والأمور مريقلة وكل شيء تمام وفلوس وتعملت حاجات خيالية صح ولا مش صح. أوكي جاء الطوفان الأقصى قلب الدنيا سافلة عافلة راه ظلم ظلمات. وأنا أقول معناها وهذه ديما الفكرة اللي أنا ندافع عليها يا ودي التو ما وصلناش للغريق احنا غرقنا ماهوش في الفوندو. ديما الواحد يقارن بجيرانه ثم اللي حرب أهلية ثم اللي حرب أهلية غير معنا ثم اللي عنده 60 و70 ألف معتقل وعشرات الشهداء. احنا بجرد قلم تيجي متخف التوتر ما احناش حاجنا بلاستيك ما احناش مشاركين في برلمانك ما احناش عامنا كذا حل المقرات على الحزاب خليهم يخدموا على روحهم ما يخوفكش وسيب الناس معناها حرة كعو. ما أنا نشوف أنه هذا هو حبط على سميك متاع التنفس ما نعيش إن شاء الله ربي جريع على السلاح.